النهاردة 9 يناير من الأيام المهمة العزيزة علينا في مصر. ليه؟ لأنه زي النهاردة من 63 سنة تم وضع حجر الأساس للسد العالي في 9 يناير 1960. في مثل هذا اليوم رئيس الراحل عبد الناصر وضع حجر أساس في هذا المشروع اللي هو يعتبر أكبر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، حمى مصر من الجفاف من الفيضانات على مدار كل هذه السنوات. في يناير أيضا نحتفل بذكرى افتتاح الرئيس الراحل أنور السادات للسد العالي رسميا 15 يناير 71. كان الرئيس عبد الناصر توفى وافتتح الرئيس السادات السد العالي في 71. صحيح السد العالي لم يعد المصدر الرئيسي للكهرباء في مصر، وبقى في مصادر أخرى يمكن أكتر، يمكن السد العالي بيعمل نسبة ضعيفة من الكهرباء المصرية مع الطفرة طبعا الكبيرة في المحطات الكهربائية المختلفة، ولكن كان له دور مهم جدا في الكهرباء وفي حماية المصريين من الفيضانات. هذا السد اللي اتبنى بأيادي المصريين لما رفض البنك الدولي ان هو يموله في الصراع السياسي بين مصر والغرب حينها، وساعدت روسيا في بنائه، ولكن بني زي القناة كده مشقت بدماء المصريين وعرقهم. أيضا السد العالي اتبنى بالمهندسين المصريين بسواعد المصريين، ملحمة من العمل العظيم دايما بنحيي يعني منشئها وبنحيي كل من عمل في السد، ونفتكر أبنودي وأشعاره الجميلة اللي كتبها لزوجته آمنة وهو كان عامل من عمال السد.